في مطلع العام الجديد، أعلنت القوات الروسية سلسلة من الخطط والبرامج لتدريب قواتها المسلحة في عام 2016، فضلا عن تلبية لشراء الأسلحة والمعدات. أفادت وكالة أنباء نوفوستي أمس الاثنين أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا لمدة 5 سنوات مع شركة سوخوي بقيمة 60 مليار روبل روسي، حيث من المقرر أن تستلم قوات الجوية الروسية 50 مقاتلة جديدة من طراز سو-35 بحلول تلك الفترة. وأضافت الوكالة أن موسكو تخطط لامتلاك نحو 100 مقاتلة من نفس الطراز في المستقبل، حيث من المقرر أن تصبح هذه الدفعة من المقاتلات قوة ضاربة رئيسية للقوات الجوية الروسية قبيل تشكيل الجيل الخامس من مقاتلاتها من طراز تي-50.